نظمت كلية البحرين التقنية بولتكنيك البحرين منتدى التعليم خارج الحدود أفضل الممارسات العالمية في العصر الرقمي. نعم، هذا وقد شارك في المنتدى العديد من المتحدثين يمثلون نحو 10 جامعات محلية وعالمية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. تحت رعاية سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن العيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، نظمت كلية البحرين التقنية وبدعم من مركز الإبداع السحابي بشركة أمازون ويب سيرفيسز منتدى التعليم خارج الحدود أفضل الممارسات العالمية في العصر الرقمي. استراتيجية التعليم العالي في البحرين تهدف لاستقطاب الطلبة من مختلف أنحاء العالم وجعل البحرين مركز للتعليم العالي. البوليتكنيك تلعب دور رئيس في هذا الجانب لجذب طلبة من كافة دول العالم، لذلك تم الإعداد وتجهيز لهذا المؤتمر اللي ضم نخبة من رؤساء الجامعات والصانعي القرار فيما يخص التعليم العالي في البحرين. وحضر المنتدى فعليا في حرم البوليتكنيك وعبر تقنية الاتصال المرئي العديد من الأكاديميين وقادة مؤسسات تعليمية من جميع أنحاء العالم. ناقش المتحدثون في الملتقى أفضل الممارسات العالمية في العصر الرقمي والفرص والتحديات التي تواجهها، فضلا عن أفضل الممارسات لجذب الطلبة من مختلف أنحاء العالم للدراسة في المملكة. التعليم في البحرين كان جزء أساسي من رؤية البحرين 2030 ولاقى اهتمام كبير في هذه الرؤية لتقديم تعليم عالي بجودة عالية تجعل الخريج البحريني هو الخريج المطلوب والأمثل في سوق العمل. من جانبها عبرت سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة عن سعادتها بما لمسته من مناقشات هادفة وآراء وطروحات ثرية سيكون لها انعكاسات إيجابية وستكون محلا لاهتمام مؤسسات التعليم العالي بمملكة البحرين لما تحمله من رؤى متقدمة ومبادرات نوعية معززة لتقديم العملية التعليمية وتمكنها من تلبية متطلبات الحاضر والمستقبل وتخريج أجيال قادرة على المنافسة والتفوق في كافة تخصصات سوق العمل الآنية والمستقبلية.